عم تسمع راديو أوريت. زاوية حرجة. حرب كلامية جديدة بين الروس والأمريكان. عادت الحرب الكلامية لخطابات المسؤولين الروس والأمريكان حول سوريا في ظل تراجع خطوات الحل السياسي وتوقف مباحثات جنيف حتى إشعار آخر. وفيما تتواصل العمليات العسكرية على الأرض على مختلف الأصعدة، تعمدت روسيا استهداف قوات جيش سوريا الجديد والتي تحارب تنظيم الدولة بالقرب من معبر التنف الحدودي بين سوريا والعراق، ما أثار حفيظة الأمريكيين ودفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى طلب استفسارات من موسكو حول العمليات المقصودة كما وصفها مسؤولو الوزارة. روسيا بدورها أنكرت تلقيها أي معلومات حول العملية التي أدت إلى مقتل عدد من أفراد الجيش المدعوم أمريكيا، مجددة على مطلبها التشارك مع الولايات المتحدة الأمريكية في العمليات العسكرية قبل أن تعلن عن اتفاق بين طرفين لتحسين ما أسمته تنسيق العمليات العسكرية بين الجانبين. ووسط هذه الأزمة كانت تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد أثارت حفيظة الروس عندما أعلن أن صبر بلاده محدود فيما يتعلق بمحاسبة بشار الأسد ونوايا الروسي في هذا الشأن، ما اعتبره مراقبون تهديدا واضحا للجانب الروسي، وهو ما رد عليه رئيس هيئة أركان القوات الروسية الجنرال بارلي جيراسيموف بأن بلاده هي من فقدت صبرها وليس الأمريكيين. وفي تطور آخر، جددت روسيا صاحبة مشاريع الهدن في سوريا وسيدة خروقاتها الدعوة إلى اتفاق وقف أعمال عدائية دائم قبل أن تدعو إلى استئناف محادثات السلام السورية. يأتي هذا فيما تعاني إدارة أوباما في أيامها الأخيرة من انتقادات داخلية واسعة تدعو إلى تدخل أكبر ومباشر ضد النظام الدكتاتوري في سوريا. هذا التطور الإعلامي في الخلاف الروسي الأمريكي نناقشه في هذه الحلقة من زاوية حرجة، فأهلا بكم. مستمعينا، لماذا تضرب روسيا قوات تدعمها الولايات المتحدة في سوريا؟ كيف يمكن ترجمة الحرب الكلامية الأمريكية الروسية اليوم؟ وهل ستنجح موسكو في تطبيق خارطة طريق روسية في سوريا؟ هذه الأسئلة أطرحها على ضيفي في هذه الحلقة، الأمين العام للحزب الوطني للعدالة والدستور السوري الأستاذ سعد وفائي، والكاتب والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ روبير بشعلاني. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك أستاذ روبير، مرحبا بك. يعني أستاذ روبير، يعني نتساءل في البداية برأيك، لماذا ضربت روسيا قوات تدعمها الولايات المتحدة في سوريا؟ لنقل أن الصراع الروسي الأمريكي في سوريا ليس جديدا، نعم، وهو
تاريخه إلى تاريخ الضربات الأخيرة. واضح أن اللوحة السورية هي جزء من لوحة أوسع بكثير جدا من سوريا، وحتى من اللوحة التي رسمت في البداية التي هي لوحة ثورات الربيع العربي أو الدول العربية. واضح أن الصراع منذ الأساس هو صراع دولي، وأن المسألة ليست مسألة لا تغيير داخلي ولا ثورة. نعم. وهذا الشيء يعني يمكن استنتاجه بالتحليل وبالمعلومات طبعا. المعلومات الواردة والتي نطلع عليها جميعا في كل يوم تشير إلى أنه هناك صراع دولي كبير يشارك فيه أكثر من سوريا وأكثر من أمريكا أيضا، من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك أطراف أخرى تشارك منذ اليوم الأول لما سمي الربيع العربي. في هذا الإطار تذكر بأنه الصراع الذي حصل في ليبيا لم يكن منذ اللحظة الأولى صراعا داخليا، بل يعني أدى إلى مشاركة قوى عسكرية وسياسية دولية في هذا الصراع منذ يعني بدايات الربيع العربي. نعم، لكن أستاذ روبير، يعني ربما يعني لم يكن هذا الصراع، يعني دعنا نقول على الأرض، يعني هو صراع بالوكالة، ولكن الآن نرى تدخل فعلي. هل كان صراع بالوكالة في ليبيا؟ يعني إذا ما تحدثنا، يعني السؤال الذي مباشر. نعم، ولكن إذا ما تحدثنا عن سوريا اليوم وتحديدا في هذا الوقت، يعني ألا نقرأ شيء جديد في التضارب المصالح الروسي الأمريكي؟ فاصل إلى هذا الأمر طبعا. نعم. طبعا كان بالشكل عام، يعني بالإطار العام كان هذا الصراع يعني يختفي خلف أطراف محلية وأقليمية. نعم، يعني كان من الواضح أنه هناك أطراف تحارب عن الأمريكي في المنطقة، وكان هناك أطراف أيضا تمثل شئنا أم أبينا الطرف الآخر أو المحور الآخر المواجه للولايات المتحدة الأمريكية. كان هذا الشيء واضح. اليوم طبعا بدأنا يعني بداية مع الروسي والتدخل الروسي في سوريا، ثم مع التدخل الآخر الذي بدأ يظهر أكثر فأكثر على الساحة مباشرة، ليدل على أن الصراع هو بين يعني محورين في العالم وليس بين محاور محلية. أيا تكن، يعني سواء كانت طائفية ولا حرية ولا يعني العنوان الذي نريد أن نختار. نعم، سنتطرق أيضا إلى النقاط الأخرى التي أثرتها أستاذ روبير، ولكن اسمح لي أن أرحب بضيفي على الجانب الآخر، وهو الأمين العام للحزب الوطني للعدالة والدستور السوري الأستاذ سعد وفائي. مرحبا بك. مرحبا بكم. أهلا بكم أستاذ المستمعين. نعم أستاذ سعد، يعني كما يعني أشار ضيفي، اليوم نلمس هذا الصراع على الأرض، يعني كيف تضرب روسيا أهداف للولايات المتحدة؟ بعض المراقبين قالوا أن هذه العملية جاءت بسببين. السبب الأول وهو أنه قد تكون ضعف الاستخبارات الروسية، وربما يكون هذا السبب الأقل احتمالا، والسبب الآخر أن روسيا تريد أن تضغط بشكل مباشر على الولايات المتحدة للعودة إلى المباحثات. كيف تقرأ ذلك؟ الصراع بين روسيا وأمريكا لم يكن المرة الأولى على الأرض بشكل مباشر. نعم. ضربت الطائرة عندما ضربت تركيا الطائرة الروسية. نعم. تركيا هي عضو في حلف الناتو، وحلف الناتو معروف أنه حلف غالباً هو أمريكي يعني بشكل كامل، وهي أيضاً عضو في التحالف الدولي ضد الدولة التي تقودها الولايات المتحدة. بالضبط. وبالتالي فإن ضرب الطائرة الروسية كان رسالة واضحة لروسيا بأن لها حدود يجب أن لا تتعدها. نعم. هذه الرسالة اعتبرت من طرف تركيا أو من طرف الناتو، كلاهما ينطبق على هذه الضربة اليوم. لكن روسيا وبوتين يحاول أن يرسل دائماً رسائل. نعم. بأن روسيا اليوم هي غير روسيا التي في التسعين، في عام بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وروسيا اليوم تستطيع أن تفتح معارك، فهي تقدمت وأخذت أوكرانيا وهي معركة على الأرض، أخذت جزيرة القرم وهي معركة على الأرض، ومن ثم تدخلت في سوريا بشكل مباشر، ويعتبر هذا احتلال طبعا روسي لسوريا، وقامت بعمل مرفأ طرطوس وعمل قاعدة تحميم بشكل واضح جدا. فالمواجهة بين روسيا وأمريكا، حتى الكثير من المحللين السياسيين والمحللين العسكريين
ينظرون إلى هذا التصعيد على أنه يهدد الأمن العالمي بشكل عام، وقد يدخل العالم في حرب يعني لا طائل لها. لكن هذا الأمر روسيا نعم تريد أن ترسل رسالة واضحة بأن روسيا لن تتوقف عند حد، ولن تسمح لأمريكا بأن تخرجها من سوريا كما أخرجت روسيا من العراق وكما أخرجت روسيا من ليبيا. لن تكون سوريا كما العراق وليبيا. هذا اعتقادي هو الأكثر دائم من الرسائل التي ترسلها روسيا لأمريكا. نعم سأعود إليك أستاذ روبير. يعني التصريحات الروسية التي خلفت هذا الحادث وخلفت التهديد الأمريكي أو الأسئلة التي طرحتها وزارة الدفاع الأمريكية على موسكو بالقول بأن هناك مشكلة في تحديد الفصائل المعتدلة وغير المعتدلة، وقالت أنها لم تقصف أي جهة مشمولة بالهدنة أو فصائل مشمولة بالهدنة. يعني كيف نقرأ هذا التصريح؟ هل هو تصريح إعلامي يبتعد عن الرسالة الحقيقية التي تريدها موسكو، أم هو تصريح واضح وصريح؟ كنت بمعرض الإشارة منذ تفضل. هنيها إلى أن الصراع مفتوح ومنذ زمن، وما يعني وهو يسبق النشوء يعني ما سمي بالربيع العربي أو بالصراع الأمريكي الروسي أو غير الروسي، سوف نصل إلى شيء أخرى في رأيي، إلى أطراف أخرى في المنطقة العربية ككل وفي الإقليم. واتفقنا في لحظة معينة على أن هذا الصراع إذا ليس صراعا داخليا بل هو صراع عالمي. وعندما نقول صراع عالمي نخرج من المفاهيم الشرقية عن فلان يريد أن يبرهن كذا، ويعني عن يعني مسائل سواء يعني شخصانية أو أخلاقية. أو الروسي لا يريد أن يبرهن شيئا، والأمريكي لا يريد أن يبرهن شيئا. في لغة الصراعات الدولية التحليل يتجه فورا إلى المصالح. ما هي المصالح التي يتصارع عليها الأطراف في العالم، وليس ماذا يريد أن يقول فلان وأن يقول علتان؟ يعني هذا إذن ماذا يريد أن يفعل؟ يعني إلى ماذا هدف هذا التصرف؟ إذا دخلنا بمسألة الصراع يعني أسباب الصراع والمصالح، نصل إلى مسألة أخرى هي متعلقة بما يحصل اليوم بالعالم من صعود في العالم الرأسمالي، وفي تحول في مركز هذا الرأسمال. الأمريكي لا يتصارع مع الروسي فقط، يتصارع مع الصيني بالأساس، ويتصارع على مركز الرأسمالية الدولية الحالي في العالم. فهو إذن يعني يحاول أن يدافع عن مصالحه أو يهجم بالعالم انطلاقا من الحفاظ على مصالحه وعلى بقائه. نعم. وهذا الصراع يعني ناتج عن تحول بنوعية الرأسمالية الغربية التي تحولت من رأسمالية صناعية إلى رأسمالية مالية، وأصبحت بنتيجة هذا الشيء رغم الفلسفة التي يعني أشيعت في فترة طويلة عن الذكاء الرأسمالي وتحول في الرأسمالية وإلى آخره. ماذا كانت نتيجة هذا التحول؟ كانت نتيجته المباشرة هي الغرق في الديون نعم لكل الدول يعني الغربية أستاذ التي نعم أستاذ روبير يعني صناعتها نعم الرأسمالية إلى الصين. نعم. يعني أنت برأيك علينا نعم أنت برأيك أنه هذه التصريحات هي تصريحات لا تتجاوز كونها تصريحات إعلامية وهي ليست رسائل يريد إيصالها أي طرف لآخر؟ بلى هي رسائل. نعم. إنما بأي إطار؟ يعني نعم. علينا أن نفهم الإطار بأي حقيقي إطار برأيك؟ الإطار الرسائل الحالية هي رسائل تحاول أن تقول بعدما وصلت الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط التي حاولت أن بعبر قوى محلية وأقليمية أن تأخذها إلى يعني دور بمواجهة الصعود الصيني عبر النفط والسيطرة على منابع النفط والسيطرة على طرقاته وعلى ممراته وعلى ممراته المائية وعلى الدول العربية عبر حلفاء لأمريكا بالمنطقة. بعدما فشل هذا المشروع، هاي الحقيقة فشل هذا المشروع، حاولوا أن يسلموا تركيا يعني بمشروع طويل عريض لم ندخل فيه الآن، حاولوا أن يسلموا تركيا يعني المنطقة بعد الانكفاء الأمريكي والأزمة الأمريكية التي تمنع
أمريكا من التدخل مباشرة وإدارة المنطقة مباشرة. نعم أستاذ روبير، يعني وضحت فكرتك، يعني اسمح لي أن أنتقل إلى أستاذ سعد. يعني أستاذ سعد، لا أدري إذا كنت تتفق أو تختلف، لكن برأيك ما هي الرسالة أيضا التي أرادت أن توصلها الولايات المتحدة عندما خرج مسؤول الولايات المتحدة وقالوا إن روسيا قدمت إلى سوريا لتحارب تنظيم الدولة وهي لا تفعل ذلك فعلا؟ وكان ذلك إحدى تعليقات المسؤولين الأمريكان على هذه الضربة ضد المجموعة التي تقاتل تنظيم الدولة عند معبر التنف. بداية يجب أن نعلم أن هذا الأمر هو قراءة واقع. نعم. روسيا لا تقاتل تنظيم الدولة ولم تضرب تنظيم الدولة ولم تضرب حتى أي من المجموعات التي تعتبر متطرفة بالعرف الروسي، وركزت معظم الضربات، أنا أعني لم تضرب ضربة موجعة أو ضربة مؤثرة أو ضربة تستطيع تكون ذات أثر على قوة تنظيم داعش. أما بالنسبة لروسيا فقد استهدفت جميع الفصائل، الجيش السوري الحر، واستهدفت جميع فصائل الثوار، واستهدفت حتى المدنيين الحاضنات التي تعتبرهم حاضنة للثوار أو حاضنة للثورة السورية. بالنسبة هذا بداية، لكن أما الرسالة التي أرسلتها ترسلها أمريكا، ترسل أمريكا بأن هناك مصالح لأمريكا في المنطقة لا يجب على روسيا أن تقربها أو تقترب منها، وهي إعادة تأكيد أن المصالح الأمريكية في المنطقة هي خط أحمر، هي تريد أن تعيد ترتيب المنطقة. طبعا هذا لا يعني أني موافق على الطرح الأمريكي ولا يعني أني موافق كسوري موافق على الطرح الروسي، أنا أتكلم ما يجري بين أمريكا وروسيا، وإن كان هذا الأمر يعني أنا بالنسبة لي هو أصلا الصراع في سوريا أصبح صراع متعدد المحاور وليس محور واحد، ليس محور دولي، هو محور دولي ومحور إقليمي، وأنا لا ألوم أمريكا ولا ألوم روسيا على أنهما يتصارعان، وإنما ألوم من سمح لهذا الصراع بأن يكون على حساب الدم السوري وعلى الأرض السورية، وهو النظام السوري، نظام بشار الأسد، الذي استدعى روسيا إلى 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 سوريا، والذي سمح من بداية من الأمر أن يدخل الصراع بين السوريين مقابل ألا يقدم تنازلات. ولكن يعني أستاذ سعد، يعني حتى نكون واضحين، يعني النظام اليوم هو لا يملك إمرة أن يمنع روسيا من دخول هذه المناطق، يعني لا استبعد لومه، ولكن يعني حتى نكون واقعيين ايضا، لن يستطيع ان يمنع روسيا من التقدم كما لم يستطع ان يمنع اسرائيل من دخول الجولان. انا اقول لك انه كان يستطيع ان يمنع عندما كان يتفق مع، عندما يقبل بالاتفاق مع باقي، انا لن اقول ان كل الشعب السوري هو ضد بشار الاسد، ولن اقول ان كل الشعب السوري مع الثوره السوريه، وسأقول أن هناك نسبة من هؤلاء ونسبة من هؤلاء. أن المسؤول الأول في أمر في هذا الصراع الدامي الذي يحصل على سوريا هو مسؤول النظام الذي ابتدأ بقمع المظاهرات السلمية، والذي امتنع عن تقديم أي تنازلات هي حقيقة ليست تنازلات وإنما هي حقوق الشعب السوري، وهي طبيعة تقدم الدول وتحول الدولة الوطنية إلى دولة حديثة، يعني الدولة الحديثة إلى دولة حديثة. سقط النظام الروسي وسقط الاستبداد في معظم أنحاء العالم، لم يبقى إلا كوريا الشمالية، وهو يرفض إلا أن يبقى على نفس مبدأ كوريا الشمالية، ويريد أن يرث الحكم ويورث الحكم لابنه، ويريد أن يجعل سوريا مزرعة للأسد للطرق المخابراتية. عندما يقبل هذا هو الذي يمنع روسيا على فكرة من التدخل، وهذا هو الذي يقلل التدخل الدولي. لو بقي التدخل الدولي، التدخل الدولي موجود، لكن سيقلل التدخل الدولي إلى الحد الذي لا يؤذي الشعب السوري. نعم، سأعود إليك أستاذ روبير، لا أدري إذا كنت تتفق أو تختلف، ولكن ربما ما أشار إليه الأستاذ سعد سبق وقرأنا في تصريحات العديد من المسؤولين الأوروبيين و
أيضا الأمريكيين، وهو أن الحرب اليوم على تنظيم الدولة في سوريا تتطلب حل سياسي وانتقال شامل للسلطة في سوريا مع بدون بشار الأسد. وأيضا يعني حتى نبقى في محور تنظيم الدولة، يعني أريد أن أسألك، يعني تنظيم الدولة الفصيل أو المجموعات الإرهابية التي تحاربها هذه القوات، لماذا تضربها روسيا وهي تعلم، يعني أو من الصعب أن نصدق أن روسيا لم تكن تعلم أن هناك كان اجتماع استخباراتي بين الجانب العراقي وقوات جيش سوريا الجديد المدعوم أمريكيا في اللحظة التي ضربت فيها المنطقة؟ نعم، يعني لذلك أنا أقول أن الغرق في مشاكل داخلية وتحويل الصراع الدولي إلى صراع محلي يعني يشوبه ضربنا عيبان. الأول هو يعني عدم فهم حقيقة طبيعة الصراع الفعلي في المنطقة، والعيب الثاني هو جعلنا يعني صراع بين خير وشر. هناك شر مسؤول عن كل شيء، هو مسؤول عن الدولة والصراع بين الصين والرأسمالية والعالم وإلى آخره، وصراع الإقليمي بين إيران وتركيا وغيرها يعني، ونحن الأوادم، يعني هناك شرير. نعم، ولكن يعني نحن الأوادم، لا نختلف، يعني لا أختلف مع فكرتك أستاذ روبير، لكن يعني أنت قلت أن هذا الصراع الدولي يجب أن لا نحوله إلى محلي، ولكن حتى نكون واقعيين، لا ما فينا ما نحوله إلى محلي. نعم. هذا خطأ هو، ولكن حتى نكون نعم. هذا الصراع الدولي يحارب فينا. نعم، ولكن هذا الصراع الأولى. يعني برأيك ألم يعني لو لم يكن هناك صراع محلي لكنا دخلنا في هذا الصراع الدولي؟ ونحن داخلين بالصراع الدولي كلنا. نعم، ولكن كل الأطراف، نعم. يعني كل الطرف، ولكن ربما كانت الخسائر يعني أقل، يعني ربما هذا ما أراد أن يشير إليه أستاذ سعد، أنه كانت الخسائر منذ اليوم الأول بصراع فتحه الأمريكي. هل نحن كنا على أعتاب ثورة ديمقراطية بليبيا؟ لا كلا، لأنه نحن مجتمع قبلي، كيف بيكون عندنا ثورة ديمقراطية؟ أصبح كل الشعارات اللي ولكن يعني أستاذ روبير، يعني تأليف وتلحين. دعنا نتحدث عن سوريا بشكل محدد، يعني لا يمكن المنطقة. يعني لا يمكن أن ننقل كل التجارب وكأنها تجربة واحدة، يعني دعنا نتحدث عن سوريا تحديدا، يعني حتى نكون يعني تريديني أن لا أفهم الصراع مشان أبقى بالسورية؟ يعني لا. إذا بدك أبقى بالسورية بتصير تتحدث أنه مثلا من هي الدولة. نعم، ولكن يعني سوريا أيضا، ومن هو الجيش الحر ومن هو النظام؟ يعني أستاذ روبير، أنا لا أختلف معك أن هذا الصراع صراع دولي، ولكن يعني لا يمكن أن أقارن كل التجربة الليبية بكل التجربة السورية. هل التجربة السورية جزء من هذه التجربة الربيع العربي أم لا؟ أتفق معك، ولكن يعني لا نستطيع أن نقول عن مجتمع مدني في سوريا بأنه مجتمع قبلي مثل المجتمع الليبي. لا يوجد مجتمع مدني في عالمنا العربي، في أكثر الدول تقدما بالعالم العربي باعتراف العرب نفسهم كان لبنان، ولبنان عرف حرب أهلية بسنة 1860 الكل يذكرها، هي بين قبيلتين دينيتين، ثم عاد هذا الصراع فتجدد عدة مرات، آخرها كان في 1975 بين ثلاث قبائل. نعم. يعني أنت برأيك أن جميع الصراعات متفقة؟ كيف بدنا نعمل مجتمع مدني بمجتمع لم يبني الدولة بعد؟ المجتمع المدني هو مفهوم يعني الدولة بالمعنى الحديث. طب طالما نحن لم نبني الدولة الحديثة ببلدنا، كيف وصلنا إلى المجتمع المدني؟ أصبح كل هذه الشعارات هاي من تأليف وتلحين من يقود الصراع الدولي وليس نحن. هذا ما قصدت أن نذهب إلى الموضوع الرئيسي فورا. نعم، تفضل. علينا أن نذهب إلى حيث يوجد صراع، الصراع موجود بين هذه الدول ليس على الدولة الإسلامية، كل يدعي محاربة الدولة الإسلامية 100%. أليس كذلك؟ نعم. الأمريكي ألف تحالفا دوليا لمحاربة من؟ الدولة الإسلامية. الروسي جاء لمحاربة الدولة. يا أخي، من هي هذه الدولة الإسلامية الذي يريد العالم كله تحطيمها ولا يستطيع، وهو يضرب حدا آخر ثم يتصارع فيما بينه؟ الصراع يجري بينهما، بين طرفين دوليين، ونحن نقول الدولة الإسلامية. أخي، شو إلى علاقة الدولة الإسلامية بهذا الموضوع؟ نعم،
يعني أستاذ روبير، يعني عدنا إلى المحور الذي كنا فيه، وأنا أشكرك على هذه العودة. اسمح لي أن أنتقل إلى الأستاذ سعد وفائي، وفي نفس هذا المحور، يعني أستاذ سعد، يعني تحت شعار الدفاع عن سوريا وتحت شعار القضاء على تنظيم الدولة، يعني الجميع الآن يطلب العودة إلى طاولة المباحثات، ولكن كلا في طريقته. يعني برأيك العودة إلى المباحثات، هل تريد روسيا فعلا التي طلبت اليوم في مجلس الأمم المتحدة بالعودة إلى طاولة المباحثات، العودة لها فعلا؟ أنا أعتقد نعم أن روسيا تريد العودة إلى طاولة المفاوضات، ونعم أمريكا تريد العودة إلى طاولة المفاوضات. هما لم يحسمان أمرهما وتقاسم مصالحهما في سوريا أو في المنطقة ككل، ليس فقط في سوريا وإنما في سوريا هي قلب هذه المنطقة. لكن النظام السوري ليس من مصلحته العودة إلى طاولة المفاوضات، وهو الذي يحاول أن يفشل طاولة العودة إلى المفاوضات. فشلها في أول مرة ويفشلها في ثاني مرة، وفي كل مرة يعمل على تفشيل المفاوضات. وروسيا لا تملك أوراق ضغط كافية على النظام السوري للعودة إلى طاولة المفاوضات، لأن النظام السوري غير قابل للضغط. في أي ضغط زائد ممكن أن الحقيقة يؤدي إلى اقتتال داخل النظام السوري، أو يؤدي إلى، يعني إن صح التعبير، يعني فرط النظام السوري. وبالتالي هم يتعاملون الروس مع سوريا، مع النظام السوري، بطريقة يعني نعم. جدا دقيقة. يعني برأيك، عفوا أستاذ سعد، يعني فضل. برأيك روسيا تريد العودة إلى المباحثات التي ربما ستقود إلى رحيل بشار الأسد، يعني هل هي موافقة على هذه البنود؟ عدة مرات أكد الروس أنهم ليسوا متمسكين بشخص بشار الأسد، يعني نعم. هذا أمر من المهم جدا أن نعلمه. لكن أمريكا تريد كل مصالحها في سوريا، ولا تريد أن تعطي حصة لروسيا. أنا حقيقة حزين عندما أتكلم نعم. عن شعبي وعن أرضي وعن دمي بهذه اللهجة المجردة، لكن هذا ما يحصل حقيقة في الواقع. أمريكا تريد كامل حصتها دون أن تعطي روسيا مستحقاتها إن صح التعبير في المنطقة، مستحقاتها الجيوستراتيجية إن صح التعبير لروسيا. وبالتالي لكن روسيا لا تريد أن تدخل في صراع يماثل الصراع الأفغاني، وهي حذرة من ذلك جدا. لذلك انسحبت روسيا، أوقفت عدة مرات، طلبت الهدنة أو وافقت على الهدنة، انسحبت وأوقفت الضربات المباشرة، وأن عادت سحبت قواتها لتقليل الكلفة التي تحاول أن تفتحها. وعندما فشلت أمريكا في أن تدفع روسيا إلى مزيد من التورط في المسألة السورية، خاصة من الناحية الاقتصادية، فتحت المناورات في ليتوانيا وبدأت تحاول أن تستجر روسيا إلى زيادة الميزانية الدفاعية لها، وتدخلها في دائرة العجز الاقتصادي الذي عادة ما يكون دائما تاريخيا سبب كبير وسبب رئيسي في هزائم روسيا، سواء كانت روسيا القيصرية أو الاتحاد السوفيتي، واليوم روسيا بوتين، ربما يعني تكون مكررة التجربة. هذا تاريخيا الحقيقة. نعم، برأيك أستاذ سعد أيضا أن هناك حرب اقتصادية على روسيا من باب الضغط عليها بشأن الابتعاد عن هذه المنطقة قليلا، أو تخفيف حصتها في هذه المنطقة كما تقول؟ ليس فقط في هذه المنطقة، وإنما في أوروبا، حتى في أوروبا تخفيف، هي وضع أيضا إعادة موضوع وإعادة رسم للنفوذ الدولي نعم. أو نفوذ الدول في المنطقة ككل. في طبعا المنطقة عندما نتكلم الشرق الأوسط وأوروبا نعم. جغرافيا إلى حد بعيد، استراتيجيا هي تقريبا، جيوسياسيا هي تقريبا بنفس البوت، بنفس البوتقة نعم. فيريدون أن يعيدوا تقسيم المنطقة. بعد الحرب العالمية الثانية حصل نعم. تقسيم وحصل سباق، وحصل حتى برلين قسمت نعم. وألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية نتيجة تسابق كل من روسيا وأمريكا. فيما بعد حصلت الحرب الباردة، وكان هناك هدوء لهذه التقاسم النفوذ. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي اختلت الموازين كلها. الآن تحاول روسيا العودة إلى خارطة النفوذ، وتحاول أمريكا الحد من هذا الطموح بشكل كبير. لكن هذا ليس فقط على المستوى، يعني أوروبا
بحد ذاتها نعم أصحاب مصلحة سايكس بيكو ما زالوا هم أيضا متورطين في الصراع، وهم يحاولون أن يتقاسموا النفوذ، وليس هناك وصول، ولم تصل الدول ككل سواء روسيا من طرف أو أوروبا من طرف وأمريكا من طرف إلى تقاسم النفوذ في مرحلة ما بعد نعم مرحلة سقوط، يعني مرحلة ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. نعم فإلى الآن لم يحصل هذا التقاسم، نعم لكن ما أريد أن أقول أنا لا يجب أن نفلسف هذا الصراع على مستوى على الدم السوري. يعني نعم عندما نتكلم عن رفع قانون الطوارئ الذي طالبت منه المظاهرات، لم يكن هذا الأمر هو لهجة قبلية ولهجة يعني أمريكية أو لهجة أوروبية أو لهجة روسية. عندما طلب الشعب السوري بالتعددية الحزبية، وطلب المثقفون السوريين بالتعددية الحزبية وسجنوا على ذلك، لم يكن هذا ترف، ولم يكن هذا عبارة عن مسألة رفاهية. عندما طلب الشعب السوري جعل المخابرات السورية، ليس حل المخابرات السورية، جعلها تحت سيطرة مؤسساتها. يعني المخابرات العسكرية تتدخل في الشؤون العسكرية ولا تتدخل في الشؤون المدنية. عندما طلب المثقفون السوريين والسياسيين السوريين والشعب السوري والمظاهرات السورية بأن يكون أن تعود المخابرات إلى مؤسساتها، لم يكن هذا ترف، ولم يكن نعم هذه لهجة أمريكية، كانت هذه لهجة سورية وحاجة سورية تفرض عليه يفرض عليها قرن 21، نعم يعني حاجة سورية حتى تدفع بدفع الزمن. إن لم يكن يعني مجتمع مدني ولم يكن أي كان نعم يعني بدأ هو أصلا بدافع الزمن من القرن 21، لا يمكن أن يعيش شعب في نعم ظل مثل ذلك النظام. نعم أستاذ سعد، يعني وضحت الفكرة. اسمح لي أن أنتقل للأستاذ روبير، يعني لا أدري إذا كنت تتفق أو تختلف ما طرحه الأستاذ سعد، ولكن يعني السؤال اليوم، هل فعلا يريد العالم أو هذه الدول الإقليمية صاحبة اليد فيما يحدث في سوريا الآن العودة إلى طاولة المباحثات؟ أولا أشكر ضيفك على تأكيد فكرة أن الصراع دولي، وأن لصق المسألة الداخلية بالصراع الدولي هو لصق اصطناعي، أو أنه جزء من الصراع الدولي لنقل. يعني لا يمكن أن يكون الصراع دولي وأنا أطرح مطالب الداخلية ولا أكون يعني موضع به الصراع الدولي الذي يفرض نفسه على العالم. فكيف على سوريا؟ يفرض نفسه على العالم، هو قال أنه هذا الصراع يطال كل مساحة العالم. نعم نحن اليوم، أضيف يعني شيء صغير، نحن اليوم في مرحلة انتقالية دولية، نحن ننتقل من نظام عالمي إلى نظام عالمي آخر، شئنا ما بيننا. نعم هذا الصراع يتمظهر عندنا بعدد من المعارك والصراعات والحروب. هذه الحروب شاهدناها، يعني هذه عناوين هذه الحروب شاهدناها من قبل في مناطق أخرى من العالم، شرق الاتحاد السوفيتي السابق وبعض الدول الأمريكا اللاتينية وبعض دول أفريقيا إلى آخره. إحنا لسنا يعني جدد بهذه المنطقة، يعني نعرف عندما نقرأ اللوحة الدولية العالمية نقرأ شعارات صراعات أيضا التي تستعمل. طبعا الأطراف الدولية تستعمل المشاكل الفعلية الموجودة على الأرض في بلادنا، فإذا كان هناك امتداد يعني سياسي في بلد معين فهم بيطرحوا حل نعم حتى ليتمكنوا من استعمال الطرف المعارض المتضرر من السلطة السياسية القائمة لكي يتدخلوا. لكيف بيتدخلوا؟ نعم يعني هذه فكرة واضحة أستاذ روبير. نعم. إذن لأجيب على سؤالك، يعني انطلاقا من هذه الفكرة طالما هي واضحة، نعم طالما أن الصراع دولي، فإذن الصراع الدولي حله دوليا ليس في جنيف، لا دوي بس ليس في جنيف، نعم على القضية السورية، حله بمكان آخر. أيوة. ما هو المشكلة الأمريكي حتى يتنازل بسوريا أو الروسي حتى يتنازل بسوريا؟ نعم ماذا يجب أن يحصل على ماذا حتى يتنازل هنا؟ هنا نعود إلى طبيعة الصراع الفعلي. نعم إذا كان الأمريكي يعاني اليوم من أزمة بنيوية اقتصادية، لم يعد ينتج قيم جديدة، صار يعتمد على الديون ليعيش يوميا، فإذا هو بحاجة إلى الصيني لكي يشتري سندات خزينه كل صباح. فكيف نجبر الصيني على شراء على شراء سندات خزينه كل يوم؟ نجبره بأنه نستعمل مناطق أخرى بالعالم هو يحتاج إليها، نضعها تحت جناحه. طيب إذا لم يستطع الأمريكي وضع هذه المناطق تحت جناحه، هل ينهي الحرب؟
يعني برأيك أستاذ روبير، يعني التوصل إلى هذه التفاهمات الدولية لا يتطلب العودة إلى جنيف، يتطلب ربما أنا رأيي استمرار أن الضغط. جنيف كان حيلة روسي أو حيلة يعني نعم طريقة روسية، نعم اعتقد الروسي بلحظة معينة أن الأمريكي فهم أن مشروعه بالمنطقة صدم مشروع الهيمنة الكلية نعم لإجبار الصين على 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 شراء صناديق الدينين، صدم بعقبات فعلية بعد الانتهاء التركي. نعم، ولكن يعني أستاذ روبير، يعني وكأنك تقول أن الولايات المتحدة في سوريا اليوم هي صاحبة كلمة تعادل وزن تلك الكلمة لروسيا، وكأن العالم الآخر بعيد عنها. طبعا، ولا الصراع بين مين ومين؟ لو كان الروسي يملك كل الكلمة لكان فرض حل، فرض حل يحمي مصالحه ويعكس ميزان القوى العسكري والسياسي الذي يمثله. لو نعم، كان فعلا ولكن الروسي يعني إذا كان الصراع أيضا بيد الولايات المتحدة لكانت فرضت حل. لا، ما نحن عم نقول في صراع. نعم، لا يملك أي طرف حتى الآن نعم يعني انتصار كلي في سوريا ولا في المنطقة نعم حتى يجبر الطرف الآخر على التوقيع، إما توقيع الإنزال الهزيمة يعني إما توقيع نعم تسوية. يعني نحن نعود إلى نقطة مهمة، وأن كلا الأطراف الموجودة في سوريا اليوم تحاول الذهاب إلى حل. هذا الحل يعني لن يكون عسكريا يعني كما يقولون، وأن هذا لا الحل لا لا يمكن أن طويل يكون. الحرب طويل، يؤسفني أن أقول ذلك، الحرب طويل. نعم، سأعود لأن إليك. أسبابها نعم غير سورية ولن تكون بحل لا بجنيف ولا بغيرها. نعم، يعني المسألة أن نعم الأمريكي لم يقتنع أنه هو يعني فشل بالمنطقة ويتابع الحرب ويتابعها من مناطق عديدة بالعالم، يعني عاد على الهجوم على أمريكا اللاتينية، هجم على دول بالقانون، سقط رؤساء جمهورية من الدول تعتبر صاعدة وحلفاء الصين، يحارب في جورجيا، راح وضع صواريخ في بولونيا لمحاصرة روسيا. أستاذ روبير، يعني اسمح لي أن نتوقف عند هذه النقطة وأنتقل إلى الأستاذ سعد. أستاذ سعد، يعني لا أدري إذا كنت تتفق أو تختلف، لكن يعني حتى لا يعني ربما يرى البعض أن المسألة روسية أمريكية، ولكن يعني هناك أطراف أخرى أيضا في هذه المعركة، وهؤلاء الأطراف بحاجة أيضا إلى من يسكتهم أو من يتفاوض معهم ويشركهم في هذه المباحثات. يعني هل نحن نبحث عن مباحثات روسية أمريكية فقط، أم أننا ندعو إلى مفاوضات عامة يتفق عليها الجميع؟ أنا سأتكلم عن الجانب السوري في هذا بجانب سؤالك. يعني تفضل. الصراع نعم الصراع صراع متعدد المحاور ومتعدد الأطراف وفي أطراف متعددة، لكن سأتكلم عن اليوم الهدف السوري. أنا أتفق مع الأستاذ روبير بأنه نحن نمر في مرحلة انتقالية، في مرحلة انتقالية نعم دولية عالمية. هل كان من المفترض أن تكون هذه المرحلة على حساب الدم السوري؟ أنا أقول لا. هل من الممكن أن يكون هذا الصراع خارج حدود سوريا إلى اليوم؟ أنا أعتقد نعم، أنه يمكن أن يكون على الأقل في طرف صغير من سوريا أو في جزء صغير من سوريا ويبقى الشعب السوري في سوريا، لكن هذا يتطلب جرأة ويتطلب وطنية من جميع الأطراف، بداية من الطرف النظام السوري هو من مسد. نعم، أتفق أن جنيف ليست هي الحل، لكن ممكن أن تكون غير جنيف هي الحل إذا كانت، أو حتى جنيف هي الحل إذا كان النظام السوري وإن كان يفقد اليوم السيطرة بشكل شبه كامل لكنه ما زال يستطيع أن يرمي ورقته الأخيرة ويتفق مع المعارضة السورية. وأنا أتكلم إذا يعني بشكل عريض أن هناك نظام وهناك معارضة، لأنه في داخل النظام في عدة أطراف وفي المعارضة في عدة أطراف، لكن بشكل عام أن يكون هناك مؤتمر سوري. نعم، هذا المؤتمر لكن السوري. أستاذ سعد، يعني اسمح لي أن أقاطعك، يعني بشار الأسد قال في خطابه الأخير أنه ما لم تحصل عليه المعارضة، ويعني ربما أشهر أنها ليست معارضة أو أنهم ليسوا موجودين أصلا ولا يستحقون الرد عليهم، بأنه لن يحصلوا عليه بالحل السياسي، إلا يعني بإشارة بأنه ما لم يحصل عليه بالحل العسكري لن يحصل عليه بالحل السياسي، وهي إشارة أنه لن يعود إلى أي مباحثات أو أي مفاوضات أو أي مؤتمر وطني عام. لذلك الآن توقيع وقع 51 مسؤول أمريكي الوثيقة التي تطلب أو البيان أو الورقة التي تطلب بمزيد من التدخل الأمريكي وبضرب مباشر لبشار الأسد.
لأنه نجيب الله لم ينجو عندما حتى نجيب الله أخذ مزيد أكثر بكثير من الدعم الروسي مما أخذه بشار الأسد. ونجيب الله دولته على حدود روسيا، وكان لم تكن روسيا فقط، كان الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، وكان يعني ما يعني هذا الكلام أنه اتحاد سوفيتي. ومع ذلك نجيب الله ذهب وذهبت ريحه وبقي فقط يلعن بالتاريخ. وبشار الأسد لن يكون مصيره أكبر من 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 أفضل من مصير نجيب الله إذا استمر. لكن أنا الحقيقة لا أخاطب بشار الأسد، فأنا أعلم تماما، أنا من المعارضة السورية من 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 منذ كنت في سوريا، وخرجت وأنا مراقب تحت بعد الاعتقال. يعني لم يعني لست لا لا يعني جاهلا ببشار الأسد وبما يعني يريد بشار الأسد. أنا أخاطب الحقيقة من يقف من الشعب السوري مع بشار الأسد، يجب أن فعلا أن يأخذ قراره اليوم وأن يطالب بشار الأسد ليس بالتنازل وإنما حتى بالجلوس على طاولة المفاوضات، يعني أقل من التنازل، يعني ما أحرج الأخوة السوريين. وكل من يقف من خارج الحدود السورية مع بشار الأسد يجب أن يكون هذا طرحه، يجب أن يضغط على بشار الأسد بأن يذهب إلى المفاوضات الحقيقية، إن كانت جنيف أو غير جنيف، لا أريد أن أدخل في يعني التحديد. ولكن يعني اسمح لي أستاذ سعد، يعني ربما يعني سأعود لأطرح لك، يعني أنت تتحدث اليوم وكأن بشار الأسد مالك لأمره وهو صاحب القرار أولا، وثانيا وكأن هذا الشخص الذي يجلس على كرسي عاجي يرى الناس وهي تقتل وتموت، يعني سيتنازل عن هذا الكرسي في سبيل أن يتوقف سفك الدماء. أنا لا أقول يتنازل عن كرسي، أنا أقول يضغط كل من يقف مع بشار الأسد على بشار الأسد. أنا أعرف أن بشار الأسد قبله القذافي لم يتنازل، قبل ذلك القذافي لم يتنازل، وقبله ذلك والآن صالح يلعب بالدم اليمني. أنا أتكلم، أنا يعني هذا الموضوع موضوع تاريخي، موضوع الطغاة، ما هو موضوع يعني موضوع هذا. لكن من يقف مع الطغاة؟ يعني نحن مو في مثل عنا بسوريا بقول لك يا فرعون من فرعنا؟ نعم يعني ما لا أحد يردني، يعني الموضوع أنه الآن من يلتف حول بشار الأسد هو الذي يجب أن يخاطب. نعم يعني الشعب السوري الذي يلتف حول، يعني أنا أقدر لك نظرتك الإيجابية المتفائلة، ولكن اسمح لي أن أعود إلى الأستاذ روبير. يعني أستاذ روبير، لا أدري إذا كنت تتفق أو تختلف مع ما طرحه الأستاذ سعد، يعني وهو أيضا المشروع السوري بالحل السوري، ولكن يعني نحن نرى اليوم روسيا وهي تقترح خارطة طريق جديدة للدستور السوري، وتقترح من يجب أن يشارك ومن لا يجب أن يشارك، وكأنها هي صاحبة القرار الأول والأخير. وربما كان هناك أيضا تصريحات حتى من مسؤولين أمريكيين بعيدين عن السلطة، ومقالات صحفية أشارت أن الولايات المتحدة فوضت مشروع الحل في سوريا إلى الجانب الروسي. يعني سأنتقل إلى السؤال الثالث في هذه الحلقة، وهو برأيك هل ستنجح موسكو في تطبيق خارطة الطريق الروسية في سوريا؟ نعم. لا أعتقد ذلك لسببين رئيسيين. أولا، السبب الأول أن أسباب الصراع لم تنتفي، الدولية لم تنتفي، وبالتالي لا يمكن إيجاد حل في نقطة فرعية من الصراع قبل الوصول توصل إلى اتفاق شامل حول الصراع الرئيسي. نعم. يعني هذا المبدأ المنهجي يعني بالصراع. طالما نعترف أن الصراع عالمي، لا يمكن أن ننطلق بأوهام من نوع أنه نقعد حول طاولة نحن السوريين ونحن اللبنانيين ونحن الأردنيين ونحن المصريين ولنتفق. يا أخي مش رح نتفق، ما نحن متقاسمين عالميا كمان، ما نحن متمحورين ومتخندقين بأطراف الصراع الدولي، ولا نملك أي رصاصة، ثمن رصاصة، أي واحد منا يعني أي طرف لا يملك أي ثمن رصاصة إلا من الأطراف الدولية. لا يملك دعم وقيام له إلا بالأطراف الدولية، فنحن يعني أطراف، يعني أدوات من الأطراف الدولية، فلا ندعي يعني شو بدنا نقول يعني قدرة إلهية على اجتراح معجزات، يعني لا يمكن القيام بها. هذا السبب الأول. نعم. السبب الآخر أن روسيا لا يمكن أن تقوم بما يعني ما تصوره بأنه تفرض حلا في شيء، لأن الأمريكي بالفعل لا يعطيها ورقة بيضاء في سوريا لكي تشترح حل، لأنه لا يريد حلا. نعم.
هو لا يريد أن يعطي روسيا أي شيء، لأنه أعطاء روسيا اليوم أي شيء بالمنطقة هو أعطاء الصيني نعم. أشياء كبيرة بالمنطقة، معناتها صار الصيني طرفا مع الأمريكي وليس طرفا ضعيفا يفرض عليه شراء سندات الخزينة كل يعني يوم. برأيك أن المشروع الروسي في سوريا هو مشروع بعيد عن التطبيق، خصوصا إذا لم يتم هناك اتفاقات دولية في أسرع؟ نحن بصراع فرعي. نعم، هذا الصراع الفرعي إذا أردنا أن نستعمل الصورة اللي استعملها ضيفك عن نجيب الله، أعتقد أن نجيب الله في هذه الحالة ليس الذي نتصوره. نجيب الله هو حليف النظام الدولي الذي يأفل، الذي يشهد حاليا أفولا تاريخيا، فالذي يتحالف معه هو الذي يعني يعتبر نفسه نجيب الله اليوم، لأنه نحن محكومون بالأخير بصراع بمن يصعد دوليا. الذي يصعد اليوم دوليا ليس الذي نعم. يضطر إلى الاستدانة كل يوم من الأسواق المالية لكي يعيش. نعم أستاذ روبير، يعني اسمح لي أن أعود إلى أستاذ سعد، يعني لا أدري إذا كنت تتفق أو تختلف، لكن أستاذ سعد يعني نحن في هذه المرحلة يعني نشهد تدخلات واضحة روسية كبيرة في الشأن السوري، وحتى الولايات المتحدة عندما تبحث عن أي قرار فإنها تنتظر الرد الروسي قبل أن تتخذ هذا القرار، ليصدر هذا القرار عن وزارة الدفاع الروسية أو وزارة الخارجية الروسية. يعني برأيك هل ستنجح موسكو في تطبيق خارطة الطريق الروسية في سوريا؟ أنا لا أعتقد ذلك، لا أعتقد أنها ستنجح. السياسة الخارجية الروسية دائما سياسة فاشلة، ولم تكن في وقت من الأوقات ناجحة، والآن تستعمل نفس التكتيك ونفس التكنيك في عملها في القضية السورية، في المسألة السورية. والحقيقة كل يعني التجارب التاريخية لروسيا، سواء كانت حتى القيصرية من قبل ذلك وحتى الاتحاد السوفيتي ومن ثم بعد ذلك روسيا اليوم، روسيا بوتين، تتعامل بنفس الطريقة بالنسبة للسياسة الخارجية. أستاذ سعد يعني سأتفق معك في التسلسل التاريخي المواقف التي فشلت فيها روسيا، ولكن السؤال اليوم على ماذا تراهنون أنتم السوريون لتفشل روسيا أو موسكو في مشروعها القادم في سوريا؟ صراحة أنا أراهن على انتصار الشعب السوري، لا أراهن على روسيا ولا أراهن على أمريكا ولا أراهن حتى على القوى الإقليمية. الشعب الذي لا ينتصر نفسه لن ينصر بالأساس، والشعب الذي يقبل على نفسه التمحور والتموضع في القوى مع القوى الدولية هو شعب حقيقة غالبا ما يذهب أدراج الرياح. ولكن حتى نكون واقعيين، هل أنتم كشعب سوري قادرين على الوقوف في وجه كل هذا العالم لتطبقوا مشروعكم السوري؟ لا، يعني أصلا هذا الأمر بطبيعة الشعوب وطبيعة الدول وسنن الدول، وإلا لم يكن هناك تداول بين القوى، ولم تسقط يعني فارس وتسقط روما وتقوم دول أخرى، ثم تسقط دول أخرى وتقوم فرنسا وإنجلترا ثم تضعف. يعني هذا سنة التداول الدولي بالأساس. نعم. هذه الدورة التاريخية يتكلم عنها السياسيون أو علماء السياسة، هي الدورة التاريخية. وأنا لا أتكلم عن سوريا بهذه القوة ولا أتكلم عن سوريا، لكن أتكلم على أن سوريا يستطيع السوريين أن يقوموا بمشروعهم بما لا يتضاد مع المشاريع الدولية، بما يتوافق مع المشاريع الدولية. التدخل الدولي لابد منه، نعم. والمصالح الدولية لابد أن تكون أن نعترف فيها، وليس هناك دولة لا تعنى بمصالح الدول الإقليمية أو الدول المجتمع الدولي، لكن هذا لا يعني أنها لا تجلب مصالحها لنفسها أو لشعبها. المقدم دائما بسياسات الدول، المقدم في السياسات المعارضة السورية هو مصالح سوريا ومصالح السوريين. نعم. وبعد ذلك مقدر كل المصالح الدولية ومقدر كل المصالح الإقليمية. نعم. لكن الآن ما مهمتنا؟ عندنا مهمتين. المهمة الأولى أولا إخراج الصراع الدولي من الحدود السورية شيئا فشيئا، وإن كان انحصر في جزء من أجزاء سوريا، لكن يبقى في جزء من أجزاء سوريا، يبقى جزء من المتضرر من الشعب السوري، يمكن أن يعود بعد ذلك أن نخرجه، وبعد ذلك نتفق على إقامة المشروع السوري السوري. هذا ليس ممكنا، لا بل ممكن، وممكن جدا، وأعتقد أن الشعب السوري مؤهل لأن يقوم بذلك.
نعم ولست متفائلا في ذلك. أنا أقرأ قراءة واقعية على نعم. على فكرة. يعني أستاذ سعد، يعني من باب إذا الشعب يوما أراد الحياة لابد أن يستجيب. شكرا نعم. لك عن قصتيني. نعم. يعني أنا بعرف أن التجربة اللبنانية تجربة قاسية وتمحو في لبنان تجربة قاسية، لكن الحقيقة أن هناك فارق، يعني لو قسنا علميا وأكاديميا نعم. هناك فارق كبير بين التجربة اللبنانية للشعب الشقيق اللبناني وتجربة التجربة السورية. سوريا هي أقل، يعني لم يحصل فيها حرب أهلية بالمطلق، يعني لم يحصل أن تاريخيا حصل فيها حرب أهلية، ويعني وجدنا فيها تجارب تاريخية وقريبة جدا على موضوع التصالح بين الشعب بين مكونات الشعب السوري بطريقة أكثر بكثير من باقي المناطق. نعم. أستاذ سعد، يعني لم يبقى معي الكثير في الدقائق الأخيرة من الحلقة، اسمح لي أن أعود للأستاذ روبير لأطلب منه الإجابة على سؤال الحلقة الرئيسي، ثم سأعود إليك بنفس السؤال. يعني أستاذ روبير، في نهاية هذه الحلقة بأقل من دقيقة، كيف تقرأ الحرب الكلامية الجديدة بين الروس والأمريكان إذا كنت تجد فيها حربا حقيقية؟ نعم، هي حرب حقيقية فعلية تعبر بالنسبة لي عن مأزق أمريكي للصراع، وجدوا له جواب بالجنون والهجوم إلى الأمام بدون أي يعني استناد إلى مشاريع سياسية فعلية، نصر فعلي. نعم. يعني هجوم في كل مكان، هذا هي الرد الأمريكي. نعم. والروسي يحاول ما أمكن أن يستوعب هذا الجنون الأمريكي وأن يجد أرضية مشتركة لتسوية ما حول العالم كله وليس فقط. نعم أستاذ سعد، أحصد ضيفي الكريم على يعني تفاؤله بقدرة الشعب السوري على ما لم يستطع أن يفعله. نعم. في بداية القرن الماضي ينسك. نعم أستاذ، يعني أستاذ روبير، يعني سأعتذر منك أستاذ سعد، يعني انتهت هذه الحلقة في الدقائق الأخيرة. شكرا لكم ضيفي الكريمين، أستاذ سعد وفائي المعارض السوري والكاتب والمحلل السياسي اللبناني أستاذ روبير بشعلاني. مستمعين لكم ولسوريا السلام. عاشت الثورة، سوريا مع الثورة.